مع تونس والجزائر. ما ماتش ما كان صعيب كما شفتوا، ما دخلناش مليح في الماتش، تونس بداو مليح المباراه، مي حنايا حنايا كما قلت لك بقينا كونسونطري بيا جيرينا الماتش حتى دقيقه الاخرى، وعرفنا كيفاش نسيروا المباراه ونماركيو في وقت مليح، وربي وفقنا وحققنا هذه النتيجه هذه والكاس. التتويج عملته ممر شرفي للتوانسه. بيان سير ممر شرفي لا موندر دي شوز هذه، باسكو التوانسه خاوتنا وكانوا معنا في نفس الفندق وديما كانوا يشجعونا وحنا نشجعوهم، تلاقينا في النهائي مباراه اخويه والميار كيغاني هذا هو. المنتخب التونسي الشوط الثاني تفوق عليكم نوعا ما. نوعا ما باسكو كنا ماركينا، كنا متقدمين في النتيجه، هذا شيء طبيعي انه يتقدموا، وهذا الشيء اللي خلاو مساحات وقدرنا نسجلوا هدف ثاني والتتويج بالبطوله الحمد لله. ليس كسبت نقاط للمنتخب الاول؟ نعم كسبت نقاط باش تكون في المنتخب الاول في البطوله هذه. الحمد لله، وان انا راضي بالمردو تاعي في الدوره هذه، ان شاء الله الى المنتخب الاول راح نكونوا حاضرين في اي وقت. ان شاء الله اني قلت لك اني بري اتو مومون ان شاء الله المنتخب الاول.